السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، ومن جديد ككل يوم عدنا إليكم ومحلى لقانا في الميدان، دايم معكم أنتم معنا في الميدان. تستمر الحلقات يوميا ويستمر تجوالنا مع طاقم الميدان بكل الفقرات المتنوعة، ونستقبل جميع ملاحظاتكم مقترحاتكم التي نستفيد منها في تطوير هذا البرنامج في عامه الثالث الآن. حياكم الله إلى هذه الفقرات المتنوعة من الميدان برعاية الشركة العربية اليمنية للإسمنت. أهلا بكم. ما هي أول كلمة نطقها سيدنا آدم عليه السلام؟ هنا أيضا نسأل في إطار الأسئلة الدينية وهدى الإسلام، سؤال يقول: ما أول كلمة نطقها أبو البشر سيدنا آدم عليه السلام؟ ما أدري صراحة. أول كلمة إيش هي؟ عندك معلومة؟ أول كلمة نطقها سيدنا آدم عليه السلام إيش قال؟ اللهم أعلم. سؤال صعب. سؤال إيش؟ صعب. ما وجدت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما أول كلمة نطقها أبو البشر سيدنا آدم عليه السلام؟ البسملة. بسملة؟ إيه. لا. ما زلنا طبعاً في السؤال الديني، يقول: ما أول كلمة نطقها أبو البشر آدم؟ الحمد لله. كيف الحمد لله؟ عندما دخلت فيها الروح عطس فحمد الله. وقال. الحمد لله. قال الحمد لله، وعندما فعلا بعد دخلت فيه الروح وبعد الله فيه الروح عطس، فقال ماذا؟ الحمد لله. الحمد لله، وأول كلمة نطقها أبو البشر هي الحمد لله. الحمد لله. والواحد عندما يعطس إيش يقول؟ الحمد لله. ولما يشمتون إيش يقولوا؟ رفع السماوات. وإجابة صحيحة هنا، و30,000 ريال للأخ من؟ هلال. من؟ هلال ناصر حميد. هلال ناصر حميد. هلال ناصر حميد من وين؟ من زبيد. من زبيد، لكنك في بويش. وإجابة صحيحة، هو 30,000 ريال لهلال. من؟ هلال ناصر. هلال ناصر، ألف مبروك عليك. وأيضا من الشركة العربية اليمنية الإسمنت هنا، وإسمنت حضرموت، هذه الهدية، ألف مبروك عليك. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير إن شاء الله. أهلا بكم إلى الموسوعة الشعبية لهذه الحلقة، وسؤالنا يقول: ما الحكى وما الضعون في الأعراس؟ هنا طبعا في الشحر وشوارعها، كيف الحال؟ الحمد لله. سؤال يقول: ما الحكى وما الضعون في الأعراس؟ هذا سؤال عليه 30,000. واو. الحكى والضعون في الأعراس. والله ما سهل. ما فهمتك السؤال. ما الحكى وما الضعون في الأعراس؟ الله ما أبي شحر، ما عندكم شيء حكا ولا ضعون؟ لا ما أعرف. ما الحكا وما الضعون في الأعراس؟ منو؟ الحكا والضعون في الأعراس. والله مش عارف. وهنا أيضا في أحياء المكلا وشوارعها الرمضانية نسأل، معنا سؤال مرتبط أيضا بالنساء وعادات وتقاليد الأعراس. سؤال يقول: ما الحكا وما الضعون في الأعراس؟ تبغى نجيب لكم ايش الحكى ولا الضعون؟ اللي تريدينه، ايش الحكى وايش الضعون؟ يعني مثل ما قلت لك، الضعون او بمجمل الحكي انه يعني اعلان زفة العروس، اعلان موعد زفافها، موعد ربوطها. ايش هو ذا؟ موعد ربوطها. ايش هذا يسمونه؟ اخبارها، اعلامها. طيب هذا الحكى ولا الضعون؟ الحكى. الحكى او الحكى. طيب والضعون ايش؟ هذا صحيح، ايش الضعون؟ الضعون هذه كلمة عند أصحاب تريم في وادي حضرموت. يكون قبل. يكون قبل. الضعون لا، الضعون كيف؟ يعني يكون قبل الزفة، يعني قبل الملكة وقبل الخطوبة. يسرون العرس إيش يقولون عندكم؟ يسرونها، يعني قصدك من زفتها. كيف يسرونها؟ يسرونها. إيش تسوون؟ زفة. يزفون العروس من وين لوين يزفونها؟ من بيت يعني، سواء كان صالة وبيت أهلها إلى بيت زوجها. هذا الضعون، وإجابة صحيحة. الضعون هو مصر العروس أو زفة العروس، الآن تسمى كذا، لكن زماناً وما يزال هذا المصرح في تريم وحواليها
مسرى العروس زمانا يسمى الضعون، وهي طبعا كلمة عربية فصحى اشتقت من يوم الضعن، أي يوم الترحال، يوم الترحال يسمى الضعن. بيت زوجها. أيوة، هذا طبعا زمان. عندكم إيش يسمونه؟ خلاص بالمصطلحات اللي لا, لا الحاليا الآن إيش يسمونه؟ زفاف. الزف ويكون الظهر ولا في المساء ولا؟ في بعض المناطق في حضرموت وفي شبوة تكون يعني الظهر، في بعضها أكثرها الآن تجي يعني المساء. والمساء أيضا كان أيضا في الضعون أيضا كان في المساء، والحكا كما قالت هو إعلان زفاف العروس. إعلان زفاف العروس. بس أنت من المكلا؟ أنا عايشة بالمكلا. في المكلا. وإجابة صحيحة للأخت من اسمك نشوى. أو أم من؟ نشوى. نشوى. نشوى القطيني. الأخت نشوى القطيني هنا في المكلا. 30,000 ريال من الشركة العربية اليمني الإسمنت. مبروك عليك، كل عام وانت بخير وانت طيبة، عندك معلومات ما شاء الله، مبروك عليك. وأيضا باقي معنا هذه الهدية من إسمنت حضرموت راعي هذا البرنامج، وكل عام وانت بخير ورمضان كريم وعيد مبارك مقدما. أهلا بكم إلى ميدان الطفولة، ميدان جديد هنا أيضا في مدينة المكلا. معنا مجموعة من الأطفال المبدعين يتبادلون دائما، أطفال مبدعين يتابعون كل يوم. إيش تتابعونه كل يوم برنامج إيش؟ أه؟ إيش تتابعونه؟ قناة حضرموت. يتابعون كل يوم قناة حضرموت حضرموت، ويحفظون الحلقات حلقة حلقة حلقة. أنت قلت كل يوم تتابع إيش؟ دعوة الميدان. إيش تتابعوا في الميدان؟ أه؟ إيش تتابعه؟ أطفال. إيش الأطفال اللي تتابعه؟ إيش يسوون؟ إيش يقولون؟ أه؟ أنت تتابعه كل يوم؟ أه. اليوم إيش جاء في الميدان؟ أه؟ إيش اليوم جاء في الميدان؟ اليوم حق الماء، يوم الكرات، يوم يطرحون فوق اليوم الصابون. وش عادكم من كلمات سمعتوها في الميدان؟ أه؟ إيش من كلمات يكررونها في الميدان؟ الميدان حق يوم دخلت عند البنية يوم تخيط. طيب لا، إيش الكلمات لما نقول شاهد هذا المشمش مش من المشمش؟ وش عادها؟ ودعوة حش خميس. وش عاده؟ خش خميس ودعوة خشبه. طيب يلا نشتكم الآن، تقولوا شاهد هذا المشمش مش من مشمشنا، 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 شاهد هذا المشمش مش من مشمشنا. ما شاء الله، لأن أنت حافظها لأنك سمعتها صح. ممتاز ما شاء الله، اتدربت عليها. طيب في الألغاز، إيش من الغاز تتابعها في تسوق والحساب علينا؟ آه. إيش تشوفه؟ حق دعوة، حق السكر. أيوة. حق يوم داكم البير. ريال سقط. ما شاء الله، متابع يوميا ومفروض الآن يفوز ويتسوق معنا. اللي يفوز بتسوق إيش نعطي له وإيش وإيش؟ يخلونه في حق الكرات ولا يسوق اللي بغاه؟ وش عاده؟ ويعطينا عدي. بعدين مثل حق الكرات من الألف للمعلمي. طيب آخر شيء تقول عشان أنا شوفونكم، تقولي كولا كومبا ولا ولا كوي، كولا كومبا ولا ولا كوي، كولا كومبا ولا ولا كوي، كولا و كولا كومبا ولا ولا كوي، كولا كوم. يلا انت كنت تضحك على الاطفال صح؟ اللي يقول شاهد هذا مش 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 تضحك عليه. يلا قول الان، كولا كومبا ولا ولا كوي، كولا و كولا كومبا ولا ولا كوي. حبه حبه يعني. كولا كومبا ولا ولا كوي، كولا كومبا ولا ولا كوي. إذن أطفال هنا مبدعين ومتابعين يوميا، نعطي لهم أيضا هذا المبلغ المالي من الشركة العربية اليمنية الإسمنت. هذا طبعا بينكم، أنت تتحكم باللي تعطي له. حضرت تعطي هذا الناس كلهم لك؟ تمام، مبروك عليكم. والمبلغ أنت هذا لك والأصحابك، بس تقسموا بينهم. لا بس أصحابك اللي بتعطي لهم. طيب. بتعطي من ومن؟ ده اللي تابعه بس. وده لك ما تعطيهم شيء. بعدين فوق حلها. يلا أهلا بكم إلى تساؤل هذه الفقرة حول العالم مع فضاءات وثقافات مختلفة لعالمنا. وفي سؤالنا لهذه الفقرة من على ضفاف نهر النيل الشهير هنا في العاصمة المصرية القاهرة، تسمى القاهرة
بقاهرة المعز، فما سبب هذه التسمية؟ لماذا سميت القاهرة بقاهرة المعز؟ معروف القاهرة صح؟ قاهرة مصر. قاهرة مصر، حياك الله. لماذا سميت بقاهرة المعز؟ لماذا سميت القاهرة المصرية بقاهرة المعز؟ اسم النبي الله يوسف، العزيز يوسف. العزيز، ما سميت قاهرة العزيز، سموها قاهرة المعز بس. لماذا سميت القاهرة المصرية بقاهرة المعز؟ نسبة للمعز لدين الله الفاطمي. نسبة لحاكم فيها. نسبة لمن؟ المعز لدين الله الفاطمي. كان ايش هذا؟ كان حاكم الدولة الفاطمية. نسبة للمعز لدين الله الفاطمي وكان حاكم الدولة الفاطمية. وإجابة صحيحة هنا من بويش انت؟ نعم. من بويش. أيوة. سكانها من بويش الأخ الكريم؟ سالم بحشوان. سالم بحشوان في بويش، وإجابة صحيحة. سميت طبعا قاهرة المعز نسبة للمعز لدين الله الفاطمي وليس العزيز ولا عزيز مصر، وإجابة صحيحة مبدئيا للأخ من؟ سالم بحشوان. سالم بحشوان هنا في بويش. ومبدئيا 10,000 ريال من الشركة العربية اليمنية للإسمنت، راعي برنامج الميدان، مبروك عليك، اسمع له تحية يستاهل. السؤال التصاعدي الثاني يقول يا سالم بحشوان، السؤال يقول من هو مؤسس مدينة القاهرة المصرية؟ مؤسس مدينة القاهرة. أيوة. دقيقة، بدأ العد أمامك، ركز سالم. من اللي أسسها؟ في واحد معروف في التاريخ تاريخيا اللي أسس مدينة القاهرة. أسس مدينة القاهرة، أيوة. مش عارف بالضبط، لكن أعتقد أنه قد يكون الإسكندر. اسكندر من؟ المقدوني. اسكندر المقدوني. نثبت ولا في حد عنده جواب من الجمهور؟ في حد عنده جواب؟ بس الوقت نص دقيقة الآن. إذا حد عنده جواب تفضل. حد عنده جواب الجمهور؟ قلت من؟ الاسكندر المقدوني. هو يقول اسكندر المقدوني، والجواب هذا ما أدري، نثبت أو لا. حد عنده جواب ثاني؟ من هو مؤسس القاهرة؟ جمهور حد عنده؟ جوابك خطأ حتى الآن. إذا حد عنده من الجمهور جواب ثاني بسرعة، باقي معك ربع دقيقة. سالم، بده يكون عمرو بن العاص أثناء الفتح الإسلامي. عمرو بن العاص. خمس ثواني بسرعة، ثبت على حاجة. خلاص مش عارف السؤال. ما اتصلت أنت. للأسف انتهى الوقت ولم يجب سالم بحشوان على السؤال. ومؤسس مدينة القاهرة المصرية هو جوهر الصقلي. نعم. السؤال التصاعدي الثالث لسالم يقول ما هو أكبر الأنهار في مصر؟ نصر القاهرة. نهر النيل. نيل. نهر النيل. نهر النيل. نهر النيل. في مصر ولا؟ في مصر. أكبر نهر النيل. نهر النيل. 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 ثبت. ركز. ثبت. سؤال ظاهره سهل وباطنه يحتاج تركيز. أكبر نهر في مصر أو في القاهرة السؤال كان؟ في مصر بشكل عام، في القاهرة. النيل أكبر نهر النيل. النيل. درسته؟ أكيد. وين درسته؟ لما كنت صف رابع في جغرافيا. يعني هذا نهر النيل، النيل وين؟ النيل في مصر. مصر. النيل في مصر ولا في اليمن؟ النصر في النيل في مصر اكيد. ايه قال لا تحاول تربشنا احسن لك. عندك معلومه؟ قال النيل. نثبت عليها. ثبت. نثبت والجواب صحيح، وعشرة ألف ريال لسالم بحشوان هنا مبدئيا او اتصال صعد، مبروك عليك. السؤال الرابع الآن، السؤال يقول من هو شاعر النيل؟ حافظ إبراهيم. ثبت. حافظ إبراهيم. ثبت. شاعر حال كبير حافظ إبراهيم شاعر النيل. الحين هذا جواب منك ولا منه؟ من الاثنين معلش. شاعر النيل. شاعر النيل أكيد حافظ إبراهيم. من وين جبت المعلومة؟ المدرسة أكيد. الأم وين؟ درست وين؟ في عدن درست هذه المعلومات. ما شاء الله. قال شاعر النيل من هو؟ حافظ ابراهيم. في شعراء كثير شف في مصر. ايوه في امير الشعراء ابراهيم طبعا. طيب مش احمد شوقي؟ احمد شوقي امير الشعراء، لكن شاعر النيل هو حافظ ابراهيم. قال حافظ ابراهيم والجواب صحيح، و10,000 ريال لسالم وابنه، اسمع له تحيه يستاهل. هنا ايضا 10,000 اضافيه. كم الاجمالي يا اسمك من؟ احمد. احمد سالم. كم الاجمالي؟ 30,000. 30,000 يحسب كويس ويجيب كويس. باقي السؤال الاخير، السؤال الأخير لسالم بحشوان هنا يقول ما هي الإهرامات الثلاثة الشهيرة في مصر؟ الثلاثة الإهرامات هي خوفو وخفرع ومنقرع. خوفو وخفرع ومنقرع. وقبل الوقت حتى ما يحسب أو خمس ثواني، وإجابة صحيحة، وعشرة ألف ريال إضافية لسالم بحشوان هنا في بويش.
ومن سكان بويش، مبروك عليك مع ما شاء الله عنده الخزينه ما شاء الله. الله يعطيه العافيه. يستاهل. والاجمالي كم الان؟ 40 40 المفروض تكون 50. وين طاحت العشره؟ طاحت العشره مع السؤال الثاني. ايش قال؟ السؤال الثاني قال قال ناس القهرة قال ذا عمر بن العاص، انما هو ذا هذا ابوه اكيد. بس انا سعاد. والجواب الصحيح من هو؟ السؤال الجواب الصحيح جوهر الصقلي. جوهر الصقلي ما شاء الله معلوماته كويسه وممتازه. باقي ايضا هذه هديه من اسمنت حضرموت والشركه العربيه اليمنيه الاسمنت، راعي برنامج الميدان هنا. والف مبروك عليك، كل عام وانتم بخير وانتم طيبين ان شاء الله. حياكم الله مشاهدي الكرام إلى سباق الميدان، واليوم ننقل لكم هذا السباق من هنا من حافة باسويد في مدينة المكلا بالتحديد. طبعا معاهم الدوري الرمضاني للمونديال 17، ولكن اليوم سيكون معنا دوري وتنافس آخر في سباق الميدان من حافة باسويد. ومعنا كالمعتاد فريقين، الفريق الأول هنا وهو الفريق الأحمر، والفريق الثاني هنا على يساري وهو الفريق الأخضر. اسمع تحية للفريق الأخضر. وسيكون معنا هنا الحكم القدير والأستاذ محمد العكبري، هو حكم دولي في كرة القدم. نعم. ولكن اليوم سيكون معنا، اسمع له تحية يستاهل، وأيضا سيكون معنا اليوم مشرف على هذا السباق. حياك الله. الله يحييك. نبدأ بأسماء الفريق الأحمر. أسامة سالم، سيد التميمي، فؤاد أبو بكر، عوض عباد، هاني محمد السومحي، ياسر أحمد باللكسة. وأسماء الفريق الأخضر. محمد عبد الكريم مبارك بيماني، احمد مبارك، محمد بن عمر، ابو نبيل، عدنان عبد الله، سالم بن سلمان، سالم صالح مبارك اجلان، ابو صالح. اذا نبدا الان، الجمهور يحسب للثلاثه والحكم سيبدا الصافره، وهنا كل واحد يبدا مع الصافره. يا جمهور نحسب للثلاثه و... بسرعه. لا لا لا، انت يدك انت للخلف، يدك للخلف، حاول. يبدو انه يشوف، اعطي لصاحبك. لا لا، اليد، يدك للوراء، يدك للخلف، يدك للخلف، يدك للخلف، حاول، يدك للخلف. الاحمر يواصل بسرعه، يعطي له ممتاز ويوصل له الماء بسرعه. يبدو انه يواصل. من الفريقين يملأ الإناء؟ يبدو حتى القطرة فقط تصل إلى الإناء. بسرعة يا أخضر، حاول يا أخضر. الأحمر حتى الآن يبدو أنه جمع الكمية الأكبر. أنت تحرك، انطلق، ليش ما تتحرك؟ يبو هو بيجي لعندي، قال لي وين اللي جمعته؟ الوقت، الوقت 3 دقائق، باقي دقيقتان. بسرعة يحاول يعطي له في الرأس ويكب له في رأسه، ولكن هناك لا لا لا، رأسي لا 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 لا، يحاول يحاول بالرأس. لا لا، يدك يدك للخلف، يدك للخلف، يحاول. حاول يدك للخلف، يدك للخلف بسرعة. وين كمية الماء؟ التغشيش واضح هنا لدى الفريق الأخضر. الوقت، الحكم يحسب 3 دقائق في الجولة الأولى. الجولة الأولى 3 دقائق. يواصل بسرعة. اليد، عملية التغشيش، تغشيش واضحة. بسرعة يحاول. يا بن بريك ركز هنا، عملية تغشيش. لا
أبو وليد اسمع تحية لأبو وليد. ممتاز، بس يدك للخلف. أبو وليد يجمع كمية ممتازة. انتهت الجولة الآن. أحمر أحمر بطل. يبدو أنكم فشلتوا. فشلتوا ولا فزتوا؟ فزنا. كم جمعتوا؟ معنا كمية كبيرة. كيف كنت تسوي أنت؟ كيف كنت؟ يعني شلبة بالرابة ونيري بالرابة. كيف لما كنت تحط الماء؟ بالعقل بالعقل، ماشي بالتهور. كان يغشش واضح جدا، كنت تشوف صح؟ لا والله. كيف تروح لعنده ثاني؟ ثاني بومبيل مبيل ندعيه بومبيل بالصوت بالصوت كان. طيب هذا كان يغشش باليد. لا 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 مرة واحدة بس غش. مرة واحدة. وكنت تنزل الكوب هذا. نزل من نفسه أصلا، الكورة كبيرة. كلمة الفصل الآن للأستاذ محمد العكبري الحكم. لحظة يا أحمر أخضر، نشوف النتيجة الآن لدى حكم المباراة. من جمع الكمية الأكبر وفاز بهذه الجولة وحافظ أيضا على الأوعية. نشوف التعادل. لا لا، الحكم جيد بالحق. الحكم ما بيقول هذا الكلام، الحكم حكم عادل هو اللي بيعلن. بترضى باللي يقوله؟ أيوة. النتيجة طبعا بعد طلعنا على الكمية الموجودة في الأناء هذا والأناء هذا، اتضح انه الفريق الأحمر هو الأكثر. الفريق الأحمر يكسب 4 درجات. الجولة الثانية الآن ستنطلق. الأحمر الآن لديه 4 نقاط والأخضر لديه 0. الجمهور يحسب للثلاثة، جمهور الفريق الأحمر والحكم الأستاذ محمد العكبري سيبدأ صافرة البداية. يلا جمهور نحسب للثلاثة. 1 ابدأ. دور مكانك. بسرعة يواصل يدك. ممتاز. الفريق الأخضر الآن يجتاز العوايق والصعوبات. ممتاز. يحاول بسرعة بسرعة يحاول بسرعة يحاول الآن. لحظة خليه بسرعة واصل. خليه ما أفعل فيه. ثاني انتبه لحقك. انتبه ثاني بسرعة. بسرعة يحاول الآن كل فريق. بسرعة خليه. بسرعة كل فريق الآن. ليش تضيعون البالدي؟ لا تنطلق إلى عند فك البالدي فك. يا أخضر لا تجي إلى مكانك. يا أحمر يدك، لا تضغط على يدك. قلاسك هذا ما بيشيل حاجة. واصل واستمر. الكمية الآن طبعا يواصل كل فريق الآن. بسرعة
الفريق الأحمر والفريق الأخضر، كيف تقول إيش انطباعك؟ الأحمر أقوى من الأخضر، الأخضر فاشلين. ليش؟ لأنهم ثقال مرة. لكن بسرعة، ممتاز. لا 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 لا. بسرعة ويواصل كل فريق بسرعة. بايماني بايماني المرة الماضية اللي احنا غشينا اعترفنا. اجيب اثنين شوت، اجيب اثنين شوت، انا سويت من الجمهور اجيب اثنين شوت. اذا انتهت الان الجولة الثانية، والحكم الاستاذ محمد العكبري الحكم الدولي يقول من فاز في هذه الجولة هو الفريق الاحمر. اذا الفريق الاحمر فاز معنا ب الجولتين يكون 8-0، ويحصل من الشركة العربية اليمنية الإسمنت على 30,000 ريال. اسمع لهم تحية. بينما الفريق الأحمر قدم ويحصلون على 20,000 ريال. مبروك عليكم الجائزة وكل عام وانتم بخير. حياكم الله مشاهدينا، هنا طبعا متعة التسوق وازدحام السوق في الشحر. راعي فقرة تسوق والحساب علينا بحلتها الجديدة وخياراتها الثلاث، والسؤال اليوم سؤال جديد ونحن نقترب من العيد، والسؤال يقول: سؤالي عن طفل في بطن أمه أبيض، ولما خرج أخضر جسمه صار أخضر، وفي شبابه أحمر وأصفر، وفي الشيب أسود، ما هو هذا الشيء؟ الشاي. كيف الشاهي؟ كيف الشاهي؟ الطفل. أه؟ الطفل. طفل، الحنة الشاهي ولا الطفل؟ نقول الشاي. الحنة. إيش من حنة؟ حنة حق النقش. كيف في؟ أول بدرة حقها بيضة بعدين تصير في بطن أمه. في التربة. تصير أبيض، النبتة حقها تكون بيضة بعدين بتطلع تكون خضراء، بعدين في اليد تكون حمراء وتسود بعدين في النهاية. التمر هو التمر. بس متى يكون أبيض؟ يكون العليوم من داخل، العليوم حق التمر. العلجوم فين؟ العلجوم هذا اللي في الأرض؟ لا، العلجوم داخل التمرة، داخل يعني من داخل البسرة الأصفر والأحمر يكون أبيض في بطنه أبيض، ويوم خلاص قدر خلاص يعني يروح. متى يكون أبيض؟ متى يكون تمر؟ متى يكون أبيض؟ يوم يفخطونه يعني في الشجر. ها؟ فيش حبه هذه؟ في حق ولا شجرة؟ متى يكون أبيض؟ يوم يفخطونه في لحظة التفخيط، أو قبل التفخيط يكون بداخل الحربة هذه الموجودة أو بداخل المكلم. أبيض. إيش يكون لونه؟ أبيض. حبوب إيش لونها؟ أبيض. أبيض، ممتاز. في بطن أمه أبيض قبل التفخيط فيفخط وهو بلونه الليل الأبيض. الأبيض في بطن أمه داخل، وأول ما يخرج من بطن أمه يصير أخضر. متى يكون؟ راسي يكون أخضر. أخضر عاده ضغط أخضر قصير. وفي الشاب لحظة، وفي شبابه أخضر، وفي شبابه أحمر وأصفر. متى يكون أحمر؟ يوم يكون أحمر. البسر حقه، البسر. البسر، البسر الأحمر والأخضر. والتمر حقه الأسود. الشاب أسود. دل في الكياس يوم بعمي يعلبونه يقول لك ملعسل، يقول لك أسود. التمر آخر مراحله يكون أسود. وإجابة صحيحة وتفصيل صحيح. إجابة صحيحة من الأخت من؟ أم عبد الله. أم عبد الله من وين أم عبد الله؟ من الشقق. من الشقق في الشحر. إجابة صحيحة وتفصيل نموذجي. شيء في بطن أمه أبيض هو الإجابة التمر في بطن أمه عندما يكون بداخل الحربة الموجودة. إجابة صحيحة وتفصيل نموذجي. الآن مع وين سلتك؟ ماشي سلة. أه؟ كرات معاكي كرات، أو نعطي لك 30 ثانية؟ لا بات كرات. إيش رأيك هذه الكرات أو 30 ثانية؟ أعطي لك 30 ثانية تسوقي باللي تريدين أنت تجمعي. الكرة فيها من كم؟ فيها من 1,000 ريال إلى 100,000، لكن فيها 1,000، 3,000، 4,000. التسوق تجمع اللي تريدين. إحدى الأخوات جمعت 24,000، البعض 51,000. طبعا نفضي المكان. إيش تختار؟ أعطني كرات. كرات؟
باللي فيها خلاص مين حظ يعني جات الثلاثة ألف تقنعي الألفين تقنعي إن شاء الله خلاص إن شاء الله قالت الكرات مثبت ثبت أم عبد الله أم عبد الله أم عبد الله اختارت كرات التسوق خلاص إذا نأتي بالكرات ونشوف كم حظ الأخت أم عبد الله اختاري اروح هو بيختار من؟ ابني بيختار من اسمه عبد الله عبد الله هو انت عبد الله عبود يسمونك ولا عبد الله ناجب امبريه يلا عبد الله عبد الله اختار لك كره قلت بسم الله عبد الله قال بسم الله ولا ما قال قال بسم الله شوف كم في الكره نشوف الان كم يكون في الكره كم فيها لحظه كيف حظه الحمد لله حظه ممتاز ولا؟ اه زين الحمد لله. شوف حظه كم فيها؟ كم؟ 23000 كم المبلغ؟ 23000 23000 ريال من سعاد مول مبروك عليها. مبروك عليكم ام عبد الله مبروك عليك 23000 اه الحمد لله مبتنعة الحمد لله قليل؟ لا الحمد لله ريض الحمد لله ونسلمها طبعا هنا من سعاد مول هذا المبلغ 30000 بالإضافة أيضا تدخلي معنا في السحب على السيارة والدراجة النارية الثلاجات الغسالات واضحة إذا نسلم لأختنا أم عبد الله هذا المبلغ 23000 ريال من سعاد مول المبلغ ما شاء الله عبد الله يعرف يحسب مبلغ كامل 23000 ريال مبروك عليكم وكل عام وأنتم بخير وأيضا هذه قسيمة تسوق لأم عبد الله إن شاء الله عبد الله إن شاء الله يحظى بالسيارة ويسوق السيارة أو الدراجة النارية مبروك عليه شكرا لكم مشاهدينا الكرام لطيب متابعتكم لهذه الحلقة الختام ليس ما سأقوله الآن ولكن إلى لقاء يتجدد معكم في الميدان لحلقة يوم القد وإلى أن نلتقيكم تقبلوا تحية طاقم الميدان من منطقة الحاوي في مدينة تريم في أمان الله تعالى وحفظه وإلى اللقاء